التحليلية من الميادين. اليمن يحتفل بالذكرى 54 للجلاء وبرحيل آخر جندي بريطاني من عدن والمحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية. هل يلقى الاحتلال الجديد لليمن المصير نفسه مع اتساع رقعة المطالبات برحيله؟ صمود السوريين في القرى المحاذية لخطوط التماس مع مسلحي غصن الزيتون ودرع الفرات في ريف حلب الشمالي. مواطنون اختاروا العيش في الخوف على خطوط النار، على تحمل الذل النزوحي والتهجير. نموذج جديد لتمدد اليمين المتطرف في أوروبا، المتهم بالترويج للعنصرية والكراهية في فرنسا، مرشحا للانتخابات الرئاسية. من هو إريك زمور؟ ولمصلحة من يترشح للرئاسة الفرنسية؟ وفي قضية اليوم، فوز مرشحة اليسار في الانتخابات الرئاسية في هندوراس. أي تحولات في السياسة الخارجية في الصراع مع أمريكا والعلاقة مع الصين؟ مرحبا بكم في الشواهد التاريخية. هو مصير محتوم لكل محتل لأرض ووطن قرر شعبه مقاومة الاحتلال، هي نهاية واحدة للهزيمة والاندحار. فإذا صحت مقولة إن التاريخ في أحيان كثيرة يعيد نفسه، فإن المقاربة في ذكرى الاستقلال اليمني ما بين مصير المحتل البريطاني عام 67 من القرن الماضي ومصير المحتل اليوم تجعل من الاحتلال في الاحتفال في المناسبة استحضارا لماض مشرف في مسار ثابت نحو مستقبل تباشيره محطات انتصار. أحمد عبد الرحمن. من الدعوة إلى رص الصفوف ومواجهة التصعيد بالتصعيد حتى التحرير، إلى توعد المحتل الجديد بـ30 من نوفمبر آخر، أحيت صنعاء الذكرى 54 للاستقلال وخروج آخر جندي بريطاني محتل من عدن جنوبي اليمن عام 1967. تطل علينا هذه الذكرى المجيدة وبلادنا للعام السابع على التوالي تتعرض لعدوان بغيض يشنه أعداء 30 من نوفمبر، الأمر الذي يضعنا أمام مسؤوليات جسام تجاه هذا اليوم التاريخي. ومن اتهام الحوثيين برفض كل مبادرات السلام ومهاجمة الجيران إلى التهديد بالحسم العسكري بحسب بيان للرئيس هادي من العاصمة السعودية الرياض، إلى بيان آخر لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا عيدروس الزبيدي انطوى على اتهامات ضمنية لطرف هادي وحزب الإصلاح بممارسة سياسة العقاب الجماعي على الشعب. يأتي ذلك في وقت تتعالى فيه الدعوات الشعبية إلى رحيل التحالف وقواه المحلية من المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية. ذكرى 30 نوفمبر هي يعني تلهب مشاعرنا وتذكرنا أنه عندما انتصر أجدادنا، عندما صمدوا في معركة مثل هذا استمرت سنوات، ولكن في الأخير يعني انتصرت إرادة الشعب. واليوم نحن في هذا السنة السابعة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأعتقد أن العدوان سيلفظ أنفاسه الأخيرة معها، وسنعيد الذكرى مرة أخرى. وعلى الأرض تتسع رقعة الغضب ويرتفع منسوب السخط الشعبي، وتتعدد أشكال المقاومة الشعبية من العصيان المدني والمسيرات والاحتجاجات والتصعيد السلمي إلى التلويح بالكفاح المسلح ضد تحالف الحرب والاحتلال. للعام السابع يحيي اليمنيون ذكرى الاستقلال عن المحتل البريطاني القديم، متوعدين المحتل الجديد بالمصير نفسه. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. مدير مكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن، من انطلاقا من المناسبة بين الأمس واليوم، كيف ينظر اليمنيون في عدن في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى القوات الإماراتية والسعودية؟ أي توصيف يعطونها؟ مرحبا رامي، تحية لك وللزملاء الأعزاء. يبدو واضحا من خلال التظاهرات وحالة الغليان الشعبي المتزايدة يوما عن آخر وعاما بعد آخر أيضا، وأيضا من خلال الدعوات المستمرة إلى التصعيد في وجه التحالف السعودي الإماراتي،
كل هذا يشي أن النظرة الرومانسية والاحتفائية بالتحالف السعودي الإماراتي قد تغيرت كليا، وأن جزءا كبيرا من أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية باتوا اليوم ينظرون إلى هذا التحالف من زاوية أخرى مختلفة كليا عن تلك الزاوية التي كانوا ينظرون إليه منها على الأقل في العام الأول لقدومه وتدخله وشنه الحرب إنقاذا لهم كما قال. ولهذا تحول من تحالف منقذ كما قدم نفسه بداية الأمر إلى تحالف لاحتلال الأرض ونهب الثروات والتدمير والعبث والتقاسم والسيطرة كما يوصف في تلك المناطق والمحافظات اليمنية. منذ سنوات بات هذا التحالف موضع اتهام معلن وواضح عند الغالبية من اليمنيين هناك بالتسبب ووقوفه وراء تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية وتفاقم الأزمات وانهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار والحكم والسيطرة بالفوضى. وهذه أصبحت كما هو واضح قناعة كما تقول الهتافات الشعبية الثورية التي نسمعها تتعالى، وما زلنا من تعز وعدن وأبين ولحج وشبوة وحضرموت والمهرة الداعية برحيل التحالف وببرع يا تحالف وبرع يا استعمار ولا تحالف بعد اليوم. هذا ما تؤكده الصور والمشاهد اليومية القادمة من تلك المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة هذا التحالف وحلفائه. من المناطق اليمنية للمناطق السورية، لا سيما تلك التي تحتلها قوات خارجية، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية. مراسل ميادين رضا الباشا، هل يختلف المشهد بين اليمن وسوريا؟ هل هناك اختلاف بين النموذجين؟ رامي، تقريبا هو النموذج ذاته قدم نفسه على أنه صديق أو منقذ في مكان معين، ومن ثم بدأت الحقائق تتكشف. أيضا المشهد في سوريا يتكرر في رفض الاحتلال التركي، في رفض الاحتلال الأمريكي لمنطقة شرق الفرات، ولكن يضاف عليه بما يسمى بالمقاومات الشعبية أو الاستهداف المتكرر، سواء للنقاط التركية، الأرتال العسكرية التركية، وجميعنا يذكر خلال الفترة الماضية كم من الأرتال العسكرية التركية تعرض لقصف مباشر، وكم نقطة عسكرية تركية في شمال سوريا تعرضت لهجوم مباشر من قبل أشخاص ومجموعات تطلق على نفسها اسم أما المقاومة الشعبية أو تطلق عليها مسميات مختلفة ترفض تواجد هذه القوات أو هذه المجموعات في شمال سوريا. وكذلك الأمر أيضا في منطقة شرق الفرات، المظاهرات المتكررة التي لا تنقطع في ريفلين الزون الشمالي، إضافة إلى مدينة منبج وما شهدته خلال الفترة الماضية. طبعا هنا نذكر بأن سوريا ليس فقط إدلب وريف حلب الشمالي هو الآن يخضع لاحتلال، وإنما أيضا لواء اسكندرون. ما يزال السوريون يحيون هذه المناسبة، ونحن اليوم تقريبا في الذكرى السنوية لاحتلال وسلخ لواء اسكندرون عن سوريا وإلحاقه في الولايات التركية، إضافة إلى الجولان السوري. والجميع أيضا يذكر بأن الجولان السوري دائما أهالي الجولان السوري يؤكدون انتمائهم إلى سوريا ويرفضون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الأمر أهالي لواء اسكندرون كانوا يحيون يوم أمس الذكرى السنوية لسلخ اللواء. من قصة صمود في زاوية ما بالنسبة للشعب اليمني وكذا بالنسبة للشعب السوري، نتحول إلى زاوية أخرى لحكاية هذا الصمود بالنسبة لشريحة واسعة من الشعب السوري. إذن في القرى السورية المحاذية لخطوط التماس مع مسلحي غصن الزيتون ودرع الفرات في ريف حلب الشمالي، يسكن الخوف نفوس الأهالي منذ أن تحولت قراهم إلى مناطق محاذية لخطوط النار بسبب الاحتلال التركي، لكنهم فضلوا البقاء في منازلهم وأرضهم على تماس مع خطر المجموعات المسلحة على أن يغادروا ويعانوا كما غيرهم من مأساة التهجير. رضا الباشا. شبه خالية تبدو شوارع القرى المحاذية لخط الاشتباك في ريف حلب الشمالي. في الطريق يلفت انتباهك راعي أغنام هنا وفلاح يجمع الزيتون في غير موعده هناك. هذه هي قرية بصلحايا الخاضعة لمسلحي غصن الزيتون التابعين لتركيا. هنا هي النقطة الأقرب إلى هذه القرية، النقطة التي تقع بين قرية سواغانية وقرية عقيبة، الواقعتان تحت سيطرة الجيش السوري والقوات الرديفة. الأهالي يصرون على البقاء في ممتلكاتهم ومنازلهم رغم قساوة الحياة والاشتباكات المتكررة في هذه المنطقة. يقولون بأن التمسك بالأرض خير من الهجرة أينما كانت وأيا كانت.
يتمسك سكان هذه القرى بما لديهم، يتذكرون تهجير أهالي مدينة عفرين القريبة من هنا مطلع 2018 من قبل مسلحي غصن الزيتون. والله الوضع عنا صعب، الوضع صعب، في قذائف بيجوا لعنا، وما يعني عم نجي بلم الزيتون خايفين، الأولاد كلهم خايفين، يعني ما بيعرفوا أي دقيقة بدها تجينا قذيفة. يعني شفنا شعب عفرين شلون وقت طلعوا هيك، إلك شفنا يعني شلون نحن كمان نطلع نتبهدل. في قرية سوغانية الأقرب إلى نقاط مسلحي الجيش الوطني التابع لتركيا تسكن الحياة المنازل وتغيب الحركة في الشوارع إلا ما ندر منها. فشلت محاولاتنا إقناع أي منهم بالحديث إلى الكاميرا، الجميع يخشى انقلاب الصورة وأن يعاقب للقاء أو بوح بكلمات قد تتحول إلى نقمة في حال سيطرة المسلحين على القرية. كلما ابتعدنا عن خطوط التماس يمكن أن نلمس الحياة مجددا. أمورنا جيدة الحمد لله، الدوام مستمر، ما في أي انقطاع بالدوام، والأمور مثل ما شايف، الالتزام بالدوام وحضور الطلاب شايفه. هنا في هذه القرى والبلدات تلمس لدى سكانها حماسة للاستمرار متسلحين بالإرادة التي تخفي مخاوف مفاجآت حرب هجرت الملايين من السوريين. رضا الباشا من ريف حلب الشمالي، الميادين. رأس الميادين رضا الباشا، معاناة سكان هذه القرى التي تابعناها وإياك، هل الأمر مرتبط فقط بقربها لمناطق تماس لقوات غصن الزيتون ودرع الفرات التابعة لتركيا، أم أن هناك نوع من المعاقبة بنظر لموقفها المؤيد للدولة السورية؟ نعم رامي، فعلا هي معاقبة، لا يمكن أن نتحدث عن قرب من خطوط اشتباك فقط أو تحت هذا المسمى. عندما نسمع ونقرأ ماذا يكتب تحت مسمى قرى الشبيحة مثلا، أو ما يسمى تقسيم السوريين على أساس عرقي أو على أساس طائفي، أو النداء من أجل استهداف قرى وبلدات بالصواريخ وغيرها تكون قريبة من خط الاشتباك تحت مسميات كما أشرت عرقية وطائفية، ومن يبتعد عن التسميات العرقية والطائفية يذهب إلى التسميات السياسية بين شبيحة نظام وغير ذلك من المسميات التي تطلقها التنسيقيات التابعة للمسلحين أو الجماعات المسلحة أنفسهم، أو عندما يطلقون قذائف الهاون والصواريخ على هذه القرى والبلدات. فعلا يتم معاقبة السكان بشكل كامل لأنهم يريدون لهذه القرى والبلدات أن تكون خالية تماما، لأن خلو هذه القرى والبلدات يمكن استخدامه إعلاميا بأن الأهالي لا يريدون البقاء في هذه المنطقة، ثم يعزونه سياسيا بأنهم لا يريدون النظام الحاكم في دمشق. وعلى هذا الأساس يتم معاقبة فعلا هذه القرى والبلدات بشكل كامل، ويتم استهدافها بشكل منظم ومستمر، لا يمكن أن نتحدث عن هدوء تعيشه هذه القرى والبلدات. والأبعد من ذلك أن التهديدات أيضا تصل إلى الأهالي بشكل مستمر، سواء من خلال المنشورات أو من خلال الفيديوهات. نعم، محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين، أن يقوم احتلال كتركيا بخلق نقاط تماس بين المناطق السورية أو بين السوريين فيما بينهم، ما خطورة ذلك وأي أثر يمكن أن يتركه؟ يعني أولا هذه المناطق هي مناطق محتلة من دولة ضد الدولة السورية، يعني تعتدي على الدولة السورية. فعندما ترسم خطوط التماس هي عمليا على طريق، بذهنها على طريق رسم الحدود بين تركيا وبين سوريا. هذا إذا لم تطمح يعني إلى مناطق أخرى أبعد من ذلك، وهذا الأمر لم تتخلى عنه سوريا، لذلك هذه خطوط التماس قابلة للتوسع، ولذلك تضغط على القرى المحاذية في هذه المنطقة وتضغط باتجاه آخر من شرق الفرات. هي تركيا لم ترسم حتى الآن الحدود التي تأمل بها أو تحلم بها، أما حاليا تحاول أن ترسخ خطوط التماس على اعتبار أنها ترسم نقاط ما بين نقاط الحدود بين الدولة التركية والدولة السورية. وذلك رضا يدفع أيضا للسؤال، نرى مخاطر شديدة أو حتى ربما محاولة سلخ عن الوطن الأم سوريا، ورغم كل هذه المخاطر التي استعرضت جانب منها في تقريرك، هناك تشبث بالأرض وبالبقاء، كيف يفسر ذلك؟
رامي، أولا يدرك السوريون اليوم بأن الهدف هو تغيير ديموغرافي كامل لمناطقهم، وحتى بوجود مسلحين أجانب وعوائل مسلحين أجانب مع الجانب التركي، لذلك يخشون كثيرا من هذا الجانب. دعيني أذكر بتهجير أهالي مدينة عفرين. على الرغم من المشهد القاسي الذي تعيشه مدينة عفرين، إلا أن من هاجر مدينة عفرين تحت الضغط وتحت التعذيب بمكان أو الابتزاز في مكان آخر، فضل أن يذهب إلى النقاط القريبة وهي نقاط الاشتباك ونقاط التماس لكي يبقى قريب من مدينة عفرين، ويقول بأنه ما يزال متواجد قريبا من مدينته وأنه ما يزال متواجد قريبا من مدينة عفرين لكي ينتزع من تركيا مسوغ التغيير الديموغرافي في هذه المنطقة. وكذلك الأمر في مناطق عدة على الجغرافيا السورية، سواء في ريف حلب الشمالي، أهالي تل رفعت على الرغم من التهديد التركي المستمر بأن تركيا ستجتاح هذه المنطقة وستعاقب وإلى آخره، نلاحظ في الفترة الماضية شهدت مظاهرات متكررة لم تنقطع إلى اليوم، يؤكدون على التمسك بهذه المدينة ويؤكدون أنهم يرفضون التدخل التركي أو أي عملية عسكرية تركية. يخشى السوريون أولا التغيير الديموغرافي وتغيير التركيبة السكانية للمناطق، ثانيا يخشون الوعود التركية التي لمسوا كذبها خلال الفترة الماضية، ويرون ما يتعرض له السوريون سواء في المخيمات التي بقي منها في الأردن أو في المخيمات القريبة من الحدود السورية التركية، إضافة إلى القرارات التركية التي بدأت تستهدف السوريين الذين هاجروا إلى تركيا أو الذين لجأوا إلى تركيا. كل هذه تدفع السوريين في مكان معين للتفكير كثيرا، أن يصدقوا تركيا أو يبقوا متمسكون في أرضهم، وهذا ما يدفعهم يفكر جانب من السوريين رضا. لكن كيف سينتخب أو يفكر الناخب الفرنسي ممثل التطرف والتشدد والمدان بالحض على الكراهية والعنف إريك زيمور مرشحا رسميا لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة؟ في تسجيل مصور نشره على يوتيوب أعلن أن الوقت لم يعد مناسبا الآن لإصلاح فرنسا بل لإنقاذها، وهو ما يعني أن المرشح الجديد بدأ يشكل تحديا جديا لبقية المرشحين، ولا سيما في بيئة اليمين المتطرف والمنافسين الآخرين، باعتبار أن استطلاعات الرأي تعطي زيمور أرقاما مقلقة. ما كان يخشى منه مرشحو الرئاسة الفرنسية ولا سيما في وسط اليمين المتطرف وقطاع واسع من الفرنسيين أصبح واقعا. اليميني المتطرف إريك زيمور مرشح رسميا للرئاسة الفرنسية ببرنامجه لإنقاذ فرنسا كما قال، وبشعاراته التي تخطت الحض على العنصرية والكراهية لتلامس الدعوة إلى العنف ضد بعض مكونات المجتمع الفرنسي والتي أدين بسببها مرتين. زيمور الذي تحول إلى ظاهرة سياسية إعلامية خلال الأشهر الأخيرة مثل قطبا جاذبا لليمين المتطرف وكل المجموعات التي تتبنى الأيديولوجية النازية والانغلاق والعنف، ولا سيما تلك التي عبرت عن نواياها بقتل سياسيين وإعلاميين من بيئة اليسار. دخول زيمور حلبة المنافسة الرئاسية ضربة سياسية بالدرجة الأولى للقاعدة الانتخابية للمرشحة مارين لوبان. الأخيرة كانت تراهن على عدم جدية زيمور، وهي الآن مجبرة على إعادة حساباتها أمام مرشح يقدم جزءا من لحمها الانتخابي. يمينيو حزب الجمهوريون باتوا أمام تهديد جدي إضافي ربما ينعكس على تماسك حزبهم المهتز أصلا على خلفية التردد بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف. حزب إيمانويل ماكرون فرنسا إلى الأمام، وبرغم انطلاقه في حملة تحت عنوان تفكيك ظاهرة زيمور، لا يخفي ارتياحه لتشقق بيئة الصوت الانتخابي لليمين المتطرف، لكنه وهو يراقب استطلاعات الرأي لا يمكنه إلا أن يقلق لاندفاعة المرشح المتطرف وجاذبية طروحاته في مجتمع يميل إلى تبني الشعارات المتشددة قوميا واجتماعيا وأمنيا. مرشحو اليسار أيضا لن يقلقهم ترشيح زيمور لكونه عاملا تقسيميا لليمين المتطرف، لكنهم لا يستطيعون التعامي عن خطر ما يمثله زيمور وإمكان اختراقه لليمين الوسط وربما لشرائح من قاعدة فرنسا إلى الأمام حيث تفعل شعارات التطرف فعلها.
في كل الأحوال يقرع ترشيح زيمور جرس إنذار أمام الفرنسيين، فهل يستدعي من يوصف بترامب الفرنسي تعديل التحالفات والمحاور الانتخابية الحالية، أم تستمر الانقسامات والتناقضات على حالها؟ محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين، إيريك زيمور يأخذ ترشحه جدلا واسعا في فرنسا وتحديدا أيضا حتى بين الأوساط اليمين المتطرف، لماذا؟ يعني هو افتعل هذا الجدل بإثارته قضايا ومشاكل موجودة في فرنسا لكن تحت يعني مطوية، ولا يمكن لأي فرنسي أن يتحدث عما يوجد في أحشائه. زيمور هو يهودي جزائري، يعبر عن نفسه، يسمي نفسه بأنه فرنسي من أصل بربري، لأنه يتفق مع ماكرون بأن لا أمة فرنسية قبل الاحتلال الفرنسي. هذا أول جدل، أنه يخفي هويته ويخفي ديانته، وهذا يثير حفيظة بعض الفرنسيين خاصة من اليهود. المسألة الأخرى هي مسألة فيشي، هو يتعاطف مع فيشي الذي كان متعاونا مع النازيين مع هتلر، لأنه يعتبر أن في فرنسا فئات تتعاطف معه. قس على ذلك من المسائل التي تثير حساسية وتفتعل نقاش ليس مطروحا. كل الموضوع أن زيمور هو نجم تلفزيوني بمحطة يمينية، ماذا كان دوره خلال فترة من 2014 ل 2019؟ هو اقتبس عادة الفرنسيين، الفرنسيين يربون أولادهم على حكايات الذئب الذي هو شرير ويهدد وجود الأطفال، هكذا يربى كل الفرنسيون. إنما أخذ من الذئب، أخذ من هذا المثال الذئب ولبسه على المهاجرين وخاصة على المسلمين، وبدأ منذ 2014 يثير الحرب الإثنية ويثير الحرب الثقافية. لكن هل هذا سيعطيه أفضلية؟ سأعود إليك قاسم حول هذه النقطة، لكن طالما تحدث عن الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مدير مكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن، السياسة الخارجية هي حاضرة في السباق الانتخابي الرئاسي الفرنسي، ما موقع فرنسا من الحرب في اليمن وعليها بمقارنة بالحضور الواضح والمشاركة والدعم مثلا البريطاني والأمريكي؟ سأبدأ إجابتي من التقرير الذي نشرته مجلة ناشيونال انترست الأمريكية قبل أيام، وقالت فيه أن الحوثيين حطموا هيبة سلاح المدرعات الفرنسية ودباباتها الشهيرة لوكلير تقريبا، والتي ابتاعت منها الإمارات قرابة 400 مدرعة. هذا يعني أن فرنسا حاضرة ضمن هذا التحالف، تحالف الحرب والعدوان على اليمن، بالتسليح والتدريب وأيضا المشاركة والقصف واستهداف المدنيين، وقبل ذلك وبعده بالتواطؤ. بل إن هذه الحرب في جزء منها كما قيل ويقال هي فرنسية أيضا، ولهذا فرنسا مسؤولة كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن استمرار هذه الحرب وعن طول أمدها وعن سقوط الضحايا المدنيين طيلة 7 سنوات بأسلحتها وصواريخها وقنابلها. وقبل أعوام نتذكر تحديدا في العام 2019 الضجة الإعلامية في فرنسا وأيضا في دول أخرى، التي حدثها تقرير أو وثيقة نشرت تضمنت نتائج تحقيق استقصائي لمجلة ديسكلوز تقريبا الفرنسية، وكشفت فيه استمرار فرنسا في تسليح التحالف السعودي واستخدام هذه الأسلحة الفرنسية في مفيدة جدا هذه المعلومات والمناطق المأهولة بالسكان، واعترفت حينها وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بتزويد التحالف بالسلاح، لكنها قالت إن تلك الأسلحة لا تستخدم ضد المدنيين. قاسم، إذن بالنظر للمعطيات التي تحدثت عنها،
ترامب فرنسا كما يوصف إريك زيمور، ما حظوظه؟ يعني هو مجازي ترامب فرنسا، لأن فرنسا فيها تاريخ من الترامبية أو العنصرية البيضاء، تختلف عن ترامب وتختلف عن أمريكا ولا تقل قسوة وحدة. زمور هو يلعب على هذا الحنين، خاصة أن فرنسا تتدهور والكل يشعر بالخوف، وكل الفرنسيين يعرفون أن لم يعد هناك أفق لفرنسا، لذلك يستعمل الإرث الفرنسي، خاصة ما يسمى هنا بفرنسا الإحلال الكبير، لأن فرنسا لم تعد موجودة وأهلها يعيشون تحت الاحتلال الذي يمثله العرب والمهاجرون إلى غيره. لكن بنهاية المطاف فرنسا تنتخب على أساس أن رئيسها ملك كما بريطانيا. هناك إرث، يعني ممكن أن تتعاطف وتتخبط بكل الاتجاهات، إنما رئاسة الجمهورية شيء آخر. الفرنسيون يسعون إلى أن يكون لديهم على رأسهم نابليون، وإريك زمور ليس في هذا المستوى. خذي على سبيل المثال الأمس في مهرجان، في عندما واجهته امرأة وتتحدث معه أشار لها بإصبعه كأنه يعني أي بلطجي في شارع، وهذا الأمر لا يمكن أن يتقبله الفرنسيون في آخر لحظة حتى لو أثارهم في كل اتجاه. بالنهاية اللعبة هي لعبة انتخابية يستفيد منها ماكرون بإضعاف اليمين الجمهوري. وفي الجولة الثانية مارين لوبين وماكرون، سينجح ماكرون. تكرار لسيناريو الانتخابات الرئاسية السابقة كما تقول قاسم. أشكرك جزيل الشكر قاسم عز الدين، أحمد عبد الرحمن ورضا الباشا، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا فاصل نحلل بعده قضية اليوم. أهلا بكم من جديد في التحليلية من الميادين. وفي قضية اليوم، يعود اليسار إلى واجهة الحدث في أمريكا اللاتينية بعد فوز المرشحة اليسارية زيومارا كاسترو برئاسة هندوراس. على المستوى المحلي هو انتصار أنهى 12 عاما من الحكم المحافظ للحزب الوطني الذي شابته فضائح ترتبط بالجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة. وعلى المستوى الخارجي وهزيمة لفريق متحالف مع تايوان، خصم الصين القريب من واشنطن. أما فيما يتصل بقضايا المنطقة فهو انتصار جديد لحزب مناصر للقضية الفلسطينية، كما هي الحال لدى العديد من دول وشعوب أمريكا اللاتينية. لقد فزنا. أمد يدي إلى المعارضين لأنه ليس لدي أعداء. أريد محاربة الكراهية والفساد وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة عبر حكومة مصالحة وإقامة ديمقراطية تشاركية. بهذه الكلمات احتفلت رئيسة هندوراس المنتخبة زيمورا كاسترو، زوجة الرئيس السابق زيلايا الذي أطاحه انقلاب عام 2009، وزعيمة حزب ليبري اليساري بفوزها في الانتخابات الرئاسية في البلاد. ويضع هذا الفوز هندوراس التي اقترن اسمها خلال العقد الأخير بالفساد والعنف والعصابات وتهريب المخدرات على مستوى أمريكا اللاتينية على أعتاب مرحلة جديدة. فهذا انتصار لليسار مقابل ما وصفته كاسترو بالسياسات الليبرالية الفاشلة التي هيمنت على البلاد خلال سنوات حكم الرئيس السابق خوان أورلاندو هرنانديز. وتنوي الرئيسة الجديدة فرض ضرائب على الثروات الكبيرة وزيادة خدمات الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة وكبار السن. هو فوز بنسبة 53% لكاسترو من أصوات المقترعين الذين تجاوزوا 62%، ما عد رقما تاريخيا في الانتخابات وفقا للمجلس الانتخابي الوطني، مقابل مرشح الحزب الحاكم اليميني من أصول فلسطينية نصر عصفورة الذي نال أصوات 34% من الناخبين.
هذا الفوز ستكون له أثره على علاقات هندوراس بواشنطن التي دعمت الانقلاب على الرئيس مانويل زيلايا، وأيضا على العلاقة مع تايوان. فقد سبق لكاسترو أن صرحت بأنها ستعيد العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الصين في حال انتخابها. وهندوراس كانت واحدة من 15 دولة تربطها علاقات رسمية بتايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. مديرة الميادين إسبانول وفيقة إبراهيم، ما الذي يعنيه فوز مرشحة اليسار برئاسة هندوراس بالنظر أيضا إلى الإقبال الشعبي الواسع والذي وصفه المجلس الانتخابي الوطني بالمستوى التاريخي، وأن تكون امرأة تتقلد هنا منصب الرئاسة بهكذا إقبال؟ فعلا راميا مساء الخير. هناك حقائق ملموسة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. يعني أولا الانتخابات كانت هي الأكثر تصويتا في تاريخ هندوراس 69%، وسيومارا كاسترو هي الرئيسة الأكثر حصولا كمان على أصوات في تاريخ البلاد، يعني بفارق سجلت فارق أكثر من 20 نقطة. هناك نشهد أيضا أسوأ هزيمة في تاريخ الشراكة بين الحزبين الرئيسين التقليديين في هندوراس، وهذه الانتخابات سجلت أيضا أعلى نسبة من تصويت الشباب، يعني بتاريخ البلاد ما يقارب 2 مليون ناخب في عمر الشباب صوت. وهذه الانتخابات كانت عمليا الفصل بين استمرارية النظام السياسي الاستبدادي الحالي أو استبداله بنظام جديد يعيد الديمقراطية ويفتح مرحلة جديدة، لنرى كيف ستكون. هذا الإنجاز هو بمثابة الجائزة الكبرى لسيومارا بعد 12 عام من العذاب والظروف القاسية، يعني قضتها مع زوجها الرئيس السابق الذي اختطف وعزل إسر الانقلاب، وهي تناضل بلا كلل من أجل بناء بديل عن هؤلاء الدمى الذين تمكنت واشنطن من فرضهم على الواقع الهندوراسي بعد إزاحة زيلايا عام 2009. لذلك أهمية السيدة سيومارا أنها استطاعت جذب الأصوات المحبطة واليائسة إلى صناديق الاقتراع وخاصة الشباب. وأعيد اعتبار زيلايا على يد رفيقة عمره، يعني الموهوبة والشجاعة، في منطقة أمريكا اللاتينية تشهد رياحا جديدة وواعدة، ثم أنها أصبحت رئيسة في بلد نسبة الذكورية فيه مرتفعة نسبيا، يعني بالمقارنة مع بقية بلدان أمريكا اللاتينية. لذا سيعزز فوزة يعني قضية تمكين المرأة. هذا الشعب كافأ سيومارا وكافأ الرئيس الأسبق زيلايا على نضالهما، ووضع حدا ل 12 عام من العار السياسي الذي حكم البلاد وخلف الفساد والجريمة المنظمة ومافيات، وإضافة إلى إحصارين وجائحة الكوفيد. وفيقة. نعم. وهذا يعني بطبيعة الحال محلل ميادين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة نزار عبود، هذا الفوز الكبير وتحدثت عن تفاصيل واسعة وفيقة حوله بالنسبة لنسبة المشاركة، من انتخب والحضور الشبابي على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا تخسر وعلى أي مستوى؟ تحية لك يا رامي والزملاء في الميادين والتحليلية والمشاهدين الكرام. لا شك طبعا واشنطن تنظر إلى ما يجري في هندوراس بقلق كبير، خاصة وأن بايدن لديه حرج بالنسبة لسياسته بحيال أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى بشكل خاص. هناك موضوع الهجرة وموضوع الحدود وطريقة التعاطي مع المهاجرين. هناك 740 ألف من هندوراس يعيشون في الولايات المتحدة، وهؤلاء مسؤولون عن تحويل الكثير من الأموال إلى أسرهم، بالتالي أي تغيير في السياسة قد يؤثر على استقرار تلك الدولة واقتصادها. أيضا هناك مسألة أن بايدن يطرح دائما محاربة الفساد، والفساد هو الذي كان سائد، وأنصار الولايات المتحدة سواء كانوا عملاء CIA أو غيرها كانوا هم الأكثر ضلوعا في الاغتيالات السياسية. هناك حوالي 60 اغتيالا سياسيا حصلوا هذا العام في محاولة لعرقلة الانتخابات والتصويت النزيه وحتى النيل من المرشحين. هذه أشياء تذكر في الصحافة الأمريكية هنا، ويتحدثون عن أن الولايات المتحدة كانت راعية لهؤلاء الفاسدين، كما كانت على مر التاريخ تمنع نموا اقتصاديا، تمنع النمو الاقتصادي في تلك الدولة. المسألة الأخرى طبعا أن هندوراس هي من الدول الثلاث الأولى التي نقلت سفارتها إلى القدس المحتلة. كيف ستتعامل الحكومة الجديدة أو الصيغة الجديدة مع هذه المسألة؟ هذا ما سنراه في المستقبل. هناك حديث عن
اعتراف بالصين طبعا وتعهد بذلك بدلا من تايوان. هذه نكسة للسياسة الأمريكية، وإذا أيضا أعادت نقل السفارة إلى تل أبيب فستكون هذه النكسة أخرى. هذه الزاوية تسمح لي أستفيد منها نزار، وننتقل بها إلى محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. كما أشار نزار، الرئيس السابق اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفتح فيها أيضا مكتبا دبلوماسيا. الرئيسة الفائزة هي من حزب يعني دعم تاريخيا القضية الفلسطينية، هذا في الأثر وفي الأهمية كيف يمكن أن نرى على مستوى هذه القضية؟ في الحقيقة رامية، استكمالا هناك من جانب الرأسماليين والحكومات اليسارية التي فازت في أمريكا اللاتينية، وأنا أحمل اليسار في كثير من الأحيان سوء أداء مثل البرازيل. بولسينارو لم يكن يفوز لو كان هناك تنسيق بين الأحزاب التقدمية في البرازيل، وموقفها واضح من الاحتلال الإسرائيلي للقضية الفلسطينية. الهجمة المرتدة بعد أن ارتخى اليسار واعتقد أنه هذه الأحزاب التي هي عبارة عن شركات وكارتيلات للأغنياء الذين يريدون استعباد شعوب المنطقة ربما يلتزمون بالخط الديمقراطي، لكن الاختطاف والقتل والمخدرات كانت سيد الموقف عند هذه الأحزاب المناهضة للحكومات اليسارية، هندوراس واحدة منها. كيف ستتصرف بناء على المواقف السابقة؟ أعتقد أنه قادة هذه الدول التي نقلت سفارتها من تل أبيب للقدس هم قادة اختطفوا الدولة بانتخابات مزورة، والآن تعود الأمور إلى مجاريها. أعطي مثال على ذلك، كانت الحكومة التقدمية في البرازيل شهدت مواقف حادة في الأمم المتحدة مع فلسطين، حين جاء بولسينارو تماما مثل هندوراس انقلبت المعادلة. أعتقد هذه فرصة للتصويب الموقف، وأيضا هذا لا يعفي الأحزاب العربية ووفيق أدرى مني في ضعفها في التواصل مع هذه الأحزاب، وكأنما هي في كوكب آخر. يجب تثبيت وتوحيد الجبهات والمواقف حتى لأنه المعركة واحدة. اسمح لنا إذن نذهب إلى وفيق، وعندما نتحدث عن هذه الانتخابات بنتائجها، نحن أمام تحول على مستوى الحكم في هندوراس، تحول تاريخي أنهى 12 عاما من حكم اليمين الذي جاء بانقلاب في شابه فضائح متعلقة بالجريمة المنظمة وأيضا المخدرات. إذا أردنا أن نتحدث إذن على مستوى الهزيمة لليمين ليس فقط كما أشرت في هندوراس وإنما على مستوى أمريكا اللاتينية، ماذا نقول؟ رامية، فعلا هو يعني الهزيمة هي عامة. يعني بداية ربما علينا أن نعرف ما هي خطيئة زيلايا، يعني الرئيس الأسبق زوج السيدة سيومارا. هم عاقبوه لأنه اتخذ قرار بالانضمام إلى الألبا وبتعزيز العلاقات مع كوبا وفنزويلا البوليفارية ومع بوليفيا، وسعى لاستشارة الشعب حول عقد جمعية دستورية تأسيسية أم لا مثلا. فكان الانقلاب وما تبعه مقاومة عنيدة وثبات في الموقف موقف من قبل زيلايا وسيومارا، وثم أتى المنفى والاضطهاد وتحولت البلاد إلى بؤرة من الفقر والعنف. وفرضت واشنطن من خلال انتخابات مزورة بيدقين لها، هما أولا لوبو سوسا ومن ثم أخوان أورلاندو خيرنانديز الفاسد، وفقا للقضاء الأمريكي ولرأي الصف الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية. ومع ذلك سواء يعني باراك أوباما أو دونالد ترامب أو من ثم جو بايدن اعتمدوه قائد ديمقراطي في المنطقة، يعني يضرب به المثل. وهناك أكثر من 30 شهيدا سقطوا في الاحتجاجات الشعبية مؤخرا، يعني كما ذكر الزميل نزار يوم إعادة انتخاب إرنانديز للرئاسة في عام 2017. ولكن لا الماغرو الأمين العام لجامعة الدول الأمريكية ولا واشنطن لم يأبهوا لذلك، وسيومارا طبعا لم ترتدع ولم تهاب ولم تتخلى عن معركتها. سيومارا تفتح حقبة جديدة بفوزها الساحق في الانتخابات الرئاسية، وكما قال الكاتب الأرجنتيني أتيليو بورون، سيومارا قفلت بزر ذهبي شهرا استثنائيا على مستوى السياسي لأمريكانا كما يقول هو، يعني لأمريكانا نحن، يعني لأمريكا اللاتينية. يبقى طبعا هذا العام لدينا انتخابات تشيلي في الدورة الثانية. فوز سيومارا له أهمية رامية ومغزى يتجاوزان مجال أمريكا الوسطى ليطال بتأثيره القارة بمجملها. فالهزيمة هي هزيمة لليمين على مستوى القارة وليس فقط على مستوى هندوراس. اسمحي لي
فقط أن أؤكد أن بعثة المراقبة الأوروبية يعني مراقبة الانتخابات أشادت بالجو الهادئ وبالمشاركة المرتفعة جدا. أما الولايات المتحدة يعني حايصة كالعادة، حاولت أن تلتقي مع المرشحين وأن تعطي انطباع أنها لا تريد أزمة جديدة تزيد من تأجيج موجات الهجرة كما قال الزميل نزار التي تصل إليها باستمرار من أمريكا الوسطى. يعني هذا هو الواقع. لنرى إذا كانت فعلا هي هكذا كما وصفتها حايصة يعني باللهجة المحكية. لكن نزار مع أبرزته وثيقة هو وكأحجار الدومينو تتساقط يعني الأنظمة اليمينية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط في تأثير هندوراس وهي في وسط يعني أمريكا، وإنما على مستوى أمريكا اللاتينية شهدنا ذلك في نيكاراغوا في البيرو، ونتحدث أيضا عن بوليفيا وتجديد في الأحزاب بالنسبة لمادورو في فنزويلا بالنسبة للانتخابات المحلية وربما البرازيل على الطريق. هذا إلى ماذا يعزى؟ هو لتراجع النفوذ الأمريكي، لتراجع النموذج الذي تقدمه أمريكا في تلك الدول الليبرالية والنيوليبرالية مثلا أم ماذا؟ نعم، الولايات المتحدة كانت تقدم نفسها دائما كمخلص بالنسبة للأنظمة التي كانت تعاني من أوضاع اقتصادية ناجمة عن الضغوط الأمريكية في الأساس. فنزويلا كانت تمد يدها بالكثير من المساعدات إلى الدول المجاورة لا سيما دول أمريكا الوسطى وكوبا، وبالتالي كانت الولايات المتحدة طبعا تحاول عرقلة ذلك كما تفعل في الشرق الأوسط عندما تقوض الاقتصادات من أجل جعل الجميع يحتاج إلى مساعدتها، والمساعدات التي تقدمها هي هزيلة جدا بحيث لا تفي الغرض. الانكماش الاقتصادي في هندوراس مثلا يتوقع حسب البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد هذا العام 9%. ماذا تفعل الولايات المتحدة حيال ذلك؟ هل تساعد في تقديم قروض عبر صندوق النقد الدولي؟ هندوراس مدينة بحوالي 13 مليار دولار، تعهدت المرشحة أو الفائزة بأنها ستعالج هذا الدين الخارجي بطريقتها. ماذا سيكون دور الولايات المتحدة؟ طبعا لا ننسى أن المنافسة بين الصين والولايات المتحدة كبيرة في هذه المنطقة، لا سيما وأن الصين طبعا طرحت مشروع قناة نيكاراغوا التي ستلغي تقريبا دور قناة بنما أو تقلص كثيرا من دورها. هذه المنافسة على المستوى العالمي بين الصين والولايات المتحدة ستكون مستعرة أكثر. ماذا ستفعل إدارة بايدن وهي التي تعاني من أزمات اقتصادية ومن كورونا مستفحلة؟ أيضا هي لم تقدم المساعدة لهندوراس كثيرا في موضوع معالجة والتطعيم. نعم. هندوراس من الدول القليلة التطعيم وفيها تفشي كثير للكورونا. طبعا كانت هندوراس تشهد نموا اقتصاديا قبل سنوات، لكن في السنتين الأخيرتين انكمش اقتصادها. نعم. بشكل كبير، والولايات المتحدة لم تفعل شيئا لإنقاذها. طالما تحدثت عن عملية تراجع اليمين في أمريكا اللاتينية، نصر اللحام ذكرت في مداخلتك عن نموذج البرازيل عندما يعني استلم اليمين الحكم كيف بات ميالا لإسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، وكذلك المثال في التحول ربما المرتقب بالنسبة لهندوراس. هذا اليمين الذي يتراجع ويتقدم اليسار في أمريكا اللاتينية كيف يضر إسرائيل؟ إسرائيل تستثمر في اليمين لأنه مصلحتها في هذا الموضوع. الحكومات اليسارية ترفض الاحتلال. فلسطين قضية دولية وليست قضية خاصة بالفلسطينيين. نقطة ثانية، الأمثلة كثيرة. كولومبيا تحالف كامل وعسكري مع إسرائيل. شاهدنا الهندوراس، شاهدنا الموقف الإسرائيلي التآمري حتى درجة التخطيط للقتل في فنزويلا، مثلها البرازيل. نحن نتحدث عن حلف إسرائيلي أمريكي إجرامي مع كارتيلات النهب. وفي فنزويلا أوضح شيء، يعني عمليات محاصرة الأنظمة الاشتراكية لدرجة القتل. وبالتالي هذا مشروع أمريكي استعماري كامل. إسرائيل عدوة لشعوب أمريكا اللاتينية كما هي عدوة للشعوب العربية. كيف يمكن أن نفسر فوز اليسار مرة أخرى؟ أعتقد بأنه هناك عوامل ذاتية وعوامل خارجية. أولها بأن اليسار عرف أخطاءه وعرف بأنه حالم إذ يفكر بأنه اليمين يتخلى عن الحكم بدون عنف. الرئيس في فنزويلا وكذلك مثل كوبا
واضح المعادلة ومنعوا العودة الإجرامية لهؤلاء. هذا موضوع واسع ويفترض أن نجري مقارنة حول اليسار في أمريكا اللاتينية وأيضا في وطننا العربي. سأعدك بالعودة المقبلة إليك ناصر نتحدث عن ذلك. نموذج الشعب في أمريكا اللاتينية مشابه للشعب الفلسطيني، يواجه احتلال، يواجه الهيمنة، وهناك إصرار على يعني أن يكون الشعب الأصلي في تلك الدول يمسك أيضا في الحضور على الساحة السياسية. أعود من جديد إليك إذن. هنا وثيقة هتف مناصرو الرئيس الجديد احتفالا بفوزها أنهم ذاهبون، سيذهبون الآن، يذهبون. وتعهدت الرئيسة الجديدة كاسترو بفرض ضرائب على الأثرياء وأصلاح النموذج الليبرالي الجديد الفاشل للأمة كما وصفته. هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ وما موقع الحلفاء لا سيما الصين هنا؟ هل تستطيع أن تساعد وتدعم؟ سيدة سيومارا تحدثت عن اشتراكية ديمقراطية، هي تحمل أجندة تقدمية لا شك يعني، ولكن بدأت هذه الأسطوانة المجروحة يعني بدأ تصنيفها بأنها بعبع شيوعي، ومن أكثر يعني هذه الاتهامات أتت من أكثر الخصوم رجعية. قالوا أنها ستحول هندوراس إلى فنزويلا ثانية، وكأن هندوراس وضع أفضل من فنزويلا يعني وين وين. طبعا المعزوفة يعني وكلام ممجوج يحاولون زرعه في عقول الناس للتخويف منها. سيومارا تتسلم هندوراس وفيها معدل البطالة يعني قفز من 5.7% عام 2019 إلى 10.9% عام 2020، و59% من سكان البالغ عددهم 10 ملايين يعيشون يعني غارقين في الفقر. صحيح أن هذا الانتصار كسر الشراكة التقليدية بين الحزبين التقليديين، ولكن لابد من الإشارة رامية إلى أن هذا التحالف الفائز مع السيدة سيومارا يضم قطاعات يمينية أيضا معتدلة. جرى التحالف معها بهدف أساسي هو الفوز في الانتخابات، وبالتالي يجب أن تمارس الرئيسة يعني قدرة كبيرة على الحوار والضغط الذكي لمنع تصادم المصالح التجارية لهؤلاء مع المشاريع الاجتماعية. وهذا ينسحب أيضا على موضوع الأحلاف. سامحيني وثيقة الوقت شارف على انتهاء، لكن نزار إلى أي حد الولايات المتحدة الأمريكية هنا أمام مستوى مختلف من الصراع مع الصين، بالنظر إلى أن الرئيسة يعني الجديدة لها علاقة وطيدة مع الصين والرئيس السابق كان على علاقة مع تايوان خصم الصين؟ طبعا الولايات المتحدة التي تحكم السياسة في الولايات المتحدة بالنسبة لمنطقة جنوب أمريكا الجنوبية والوسطى عقيدة مونرو، التي تعتبر هذه المنطقة حديقة خلفية لها. على مر السنوات طبعا هي لجمت أي نمو بأن جعلتها مجرد مزارع للموز ولقصب السكر وغيرها، وبالتالي فهي رهنتها اقتصاديا لها، بالتالي هي كانت لم تنقذها. إذا تقدمت الصين بمشاريع كبيرة كما يحصل في العديد من الدول في إطار الطريق والحزام، فإنها تنافسها كثيرا وتقوض تلك العقيدة، خاصة وأن سياستها بضم بعض الجزر في المنطقة مثل بورتوريكو وغوام وغيرها لم تجعل هذه الدول مزدهرة، وإنما جعلت الهجرة منها كبيرة إلى الولايات المتحدة، ولاحظنا ذلك كيف التخلي عنها حتى عندما تتعرض للأعاصير. لا ننسى هنا أن هندوراس تعرضت لإعصارين كبيرين. صحيح. وليس فقط لكورونا. وناصر بدقيقة يمكن أن نعقد مقارنة بين اليسار في أمريكا اللاتينية واليسار في وطننا العربي وبين الرؤية لصراع المشاريع أو المحاور؟ باختصار بعد توقيع اتفاقية أوسلو تراجعت القضايا العربية والقضية الفلسطينية، ودخلنا في المرحلة الرمادية التي لا نزال نعاني منها. لم يستفد العرب والأحزاب اليسارية العربية من انتصارات أمريكا اللاتينية، لا تزال العلاقة بحاجة إلى وسيط سواء عن طريق موسكو أو عن طريق بكين. أعتقد بأنه الوقت مناسب جدا لتوحيد القضايا ووحدة المصير ووحدة الحال والتنسيق للاستفادة من التجارب، والوقت لم يفد بعد بين بلاد التين وبلاد اللاتين. والوقت هو الذي فات فيما يعني نناقش في التحليلية. شكرا جزيلا لك ناصر اللحام وفيقة إبراهيم ونزار عبود. ومشاهدينا التحليلية انتهت، دائما للمزيد الميادين.net. إلى اللقاء.